تعالوا نروح للاجهزه المنزليه بقى. انا كنت لسه بتكلم بقول لك ان كل الاجهزه المنزليه قاعده عماله بتعلى بتنط ومحدش يقول لي لا. ليه محدش يقول لي؟ علشان انا اللي بشوف بعيني. انا لا بنتظر حد من زملائي في الاعداد يقول لي، ولا بنتظر حد من زملائي المراسلين ينزل يبص ويقول لي، ولا بنتظر اسمع. انا بنزل وبشوف وبروح حته وبعدين ارجع لها بعد اسبوع وابص بصه وارجع بعد يومين في بعض الاحوال لو قريبه من بيتنا واتاكد تاني وبشوف الاسعار وهي بتنط. ارتفاعات متواصله في اسعار الاجهزه. في تخزين؟ في تخزين. مفيش تخزين؟ طب بترفعوا الاسعار ليه؟ ومحدش يقول لي اصل الدولار. تشاري البضاعة دي بسعر تاني خالص على سعر الدولار حتى لو كان سعر دولار السوق السوداء. احنا بنحقق هوامش ارباح بالطريقة دي مخيفة. التجار يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ما انا رأس مالي في البضاعة، ممكن اكون اشتريتها صحيح بسعر كذا لكن انا لازم ابيع بالسعر ده عشان اعرف اجيب تاني. خلاص، واحنا بقى نروح ننتحر. طيب معايا على تليفون للمزيد من الفهم سيد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية بالجيزة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك. ازيك يا جورج بيه؟ طمنا بقى، احنا عايزين نعرف، احنا خلاص بقى بقينا بنطلع يعني ما يعني بنبقلل من بقنا. طيب أولا يعني أبدأ حديثي بعد إذنك، أنا بعترض على تجار الأجهزة الساكنة الخط بيقطع. عيد الجملة تاني إذا أذنت لي يا فندم. حضرتك، أنا بعترض على أن تجار الأجهزة سفاكين دماء. تاجر الأجهزة مواطن مصري شريف زيه زي أي مواطن مصري شريف. كون أن في نسبة مش كويسة أو في نسبة قليلة مش كويسة، ده ما يعمش على الكل. تجار الأجهزة في منهم ناس كتير محترمة. أنا عندي في شعبة الجيزة 2400 تاجر أجهزة كهربائية وأدوات إنجليزية. في منهم الناس المحترمة جدا والمعارض المحترمة جدا، وفي ناس طبعا زي أي مهنة، كل مهنة فيها الحلو والوحش. حضرتك أشرت الدكتور هم بيرفعوا الأسعار في الأجهزة. طبعا أنا ما أنكرش إن في تجار بترفع السعر. بيرفع في هامش ربحه، لكن مش هو اللي بيحدد السعر. تحديد السعر بيطلع من المصنع بيقول إن الثلاجة دي النهارده ب 30,000. بعدها باسبوع بشهر باسبوعين ايا كان المده بتاعته بيطلع يقول الثلاجه دي ب 35,000. مش انا اللي بحدد السعر، انا بزود في هامش الربح. في تاجر بيزود في هامش الربح. في تاجر بيبتدي يتلاعب مع المستهلك. يبقى في سلعه العميل عايز سلعه مثلا ثلاجه شين او ثلاجه اكس او ثلاجه رقم جيم ايا كان. بيتمسك بالموديل اللي هو عايزه او بالنوع اللي هو عايزه. التاجر هنا بيبتدي يمارس شطارته بقى ويبتدي يمارس، نقدر نقول التاجر اللي هو الملتوي يعني. لكن انا عشان اعرف ان التاجر ده كويس ولا لا، ادخل الاقي السعر مكتوب. ادخل الاقي الثلاجه مكتوب عليها كذا، الفت الغساله عليها كذا، البوتاجاز عليه كذا. هنا اقدر اقول التاجر ده تاجر محترم وتاجر شغال مظبوط. بص يا استاذ يوسف، المهنه بتاعتنا مربحه. الثلاجه عندي لو ب 30,000 وانا كسبان 5% يبقى انا كسبت 1500 جنيه. فهي المهنه بتكسب. فالتاجر النهارده مش هو اللي بيحدد السعر انه يعليه، ده بالعكس انا كل ما السعر بيعلى بدخل في مرحله ركود. انا مش عايز اقول لحضرتك والكلام ده على مسؤوليتي، احنا داخلين على مرحله احتضار الفتره اللي جايه دي. إلى أن يتم توحيد سعر الصرف. النهارده كل مصنع نيجي نكلمه يقول لك الدولار. طيب حضرتك الحاجة الثانية، أنا لو تاجر هخزن كام ثلاجة وكام غسالة وكام بوتاجاز؟ ما تنساش إن البضاعة بتاعتنا غالية جدا. النهارده التاجر لو اشترى في الشهر بمليون أو 2 مليون، دي حاجات بسيطة على فكرة. يعني المبلغ ده ما بقاش رقم في الأجهزة. اللي بيبص للكلام ده أو يقدر يركن ويقدر يشيل عنده المصنع. عنده 1000 ثلاجة، عنده 2000 ثلاجة، عنده عدد بالآلاف. المخازن بتاعتهم هناجر وربنا يزيدهم. وعلى فكرة المنتج المصري من أفضل المنتجات السوق يعني. أنا بفضله عن المستورد كمان.
فانا مش بذم في المصنع، المصنع في النهايه احنا بنكمله وهو بيكملنا. فانا اللي عايز اوضحه لحضرتك يعني المصانع تظبط نفسها، وبالتالي التاجر هيظبط نفسه، والمستهلكين برضو نعلمهم ثقافه الشراء. انا طيب. كنت اتكلمت في اكتر من برنامج ازاي نوضح ثقافه الشراء، ازاي لما اجي اشتري ثلاجه ولا غساله ولا شاشه ولا الحاجات دي اختارها ازاي، ولما اجي اشتري المكان المناسب عندي ازاي. فده موضوع يعني هيحتاج حلقه طويله ان شاء الله نبقى نكمل. جورج بي انا سمعت لحد الاخر وما قطعتش اهو صح؟ طيب يا فندم اتفضل. انا اقدر افرق ما بين القله والظاهره لما يبقى الموضوع مش مستفحل. يعني انا هتفق مع حضرتك لو انه الموضوع مش مستفحل الى هذا الحد، مش انه الدنيا مقلوبه ولا احد يصمت حول الاسعار اذا كان هناك قله، لكن لما يبقى كل الناس في ال 27 محافظه، كل الناس في ال 27 محافظه بينزلوا يشتروا ويرجعوا، يا اما حاطين ايديهم في جيوبهم وساكتين مش قادر، يا اما يقول لك وانا هعمل ايه، ما انا مضطر، ده انا بجوز الواد، بجوز البت، ده الثلاجه عندي ضربت، ده التلفزيون عندي مش عارف حصل له ايه. فالمساله، وانا اتفهم تحفظك جدا واعتراضك وعلى راسي بالمناسبه، لكن يا جورج بيه اللي حاصل انه لا، الاسعار ضربه عند الكل، يمكن مش عند جورج بيه صدره، لكن لو انا النهارده عندي 2000 في الجيزه، لا يا فندم ده انا على الاقل عندي 1800 رفعوا الاسعار غلا وكوا، واحنا مش عارفين نلاحق وراهم. يا فندم احنا بننزل النهارده نشوف الجهاز الفلاني، والله بعد بكره بلاقي سعره اتغير. ايوه فندم. طيب مساله انه احط السعر على المنتج مش كفايه يا فندم، لان في النهايه خالص انا يوسف هفتح محل وهيبقى في عندي تجاره كويسه وعندي اجهزه من كل نوع، وهحط السعر واجي بعد بكره اغيره، وبعد بعده هغيره، والاسبوع الجاي هغيره، في ايدي، ما انا اللي حاطط السعر يا فندم. المساله مش في السعر. حضرتك قلت لي طيب المشكله عند المصنع هو الذي يحدد لي سعرا. يعني انا النهارده يا فندم لما اجي اجيب مثلا، مش عايز اقول اسماء عشان مابقاش بعمل اعلانات، لكن انا عندي شركه كذا كذا كذا، ولاد رحمه الله عليه يا رب الحاج محمود، مش هكمل بقى لحد كده، الناس دي بتصنع حاجات كتير زي الفل، وانا معاك انه شغلهم انضف 30 مره من المستورد. مظبوط. حلو. مظبوط. انا النهارده لو جيت سالته والله السعر عندكم كام، وبصيت انا بقى لوحدي على السعر بره في السوق، هلاقي فرق مخيف، مش 5%، انا بلاقي ساعات الفرق يا فندم 25%، بتخض. تصدق؟ لا. تصدق؟ مصدق طبعا. مصدق. طيب حضرتك. انا في حاجات عايز اشتريها ليا في البيت، والله العظيم ما عارف اشتريها. اي فندم. وانا في الرايحه والجاي اقول يا يوسف بيه راح، يوسف بيه جاي، بمين؟ التجار هم البهوات يا جورج بيه. انا موظف. انا عايز اوضح لحضرتك الشركات حاليا، طب ايه اللي عمل الالبان اللي موجود ده كله؟ نسال نفسنا. ايوه. ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ حضرتك الشركات بقى لها شهر ما بتديش التجار. وندت للتجار، انا مش عايز اقول لحضرتك قطع بالحتتين والثلاثه. يعني انا كمعرض كبير من سنه 79 واسم كبير، انا ممكن تجي لي العربيه جايبه شويه حاجات حضرتك تستغرب لها، يعني قطع من دي حتتين، من دي ثلاثة، من دي خمسة، من دي ستة، قطع قليلة. لكن حضرتك حتة السعر ان التاجر يزود، لا، انا عندي حاجات كتيرة استرشادية. انا ممكن ارجع على سعر الشركة. اولا الشركات الكبيرة ادت للهايبرات الفترة اللي فاتت بضاعة واثرت كتير مع التجار العاديين والمحلات، ومش عايز اقول لحضرتك التجار على تواصل معايا يعني يقول لك احنا ما خدناش بضاعة، احنا ما خدناش بضاعة، الشغل كله نزل الهايبرات. نرجع بقى للمصنع نكلمه يقول لك انا عندي البضاعه قليله، انا ما اقدرش ادي كميات، انا اقدر ادي اراضي ده واراضي ده واراضي ده، ادي كذا تاجر، يعني يدي الموزعين بتوعه لو كل واحد كان بياخد 10 قطع يقول له كفايه خد 2. فهنا حصل دروب. الوضع ده يتحسن امتى يا فندم؟ الوضع ده يتحسن بمجرد ما المصانع تشتغل بكافه طاقتها ويبقى في العرض والطلب. لو العرض معروض متوازي مع الطلب احنا هتلاقينا بنخفض. ده احنا يا فندم لحد سنه 21 وبدايات 22 كنا بننافس بعض في التخفيض، يعني تروح معرض تلقى الحاجه مثلا دي ب 1000،
اللي جنبه المعرض اللي بعديه او اللي جنبه في نفس المكان يكتب عليها 980، يقلل في السعر عشان ياخد يبيع اكتر. لكن الوضع الاقتصادي ده فيه عشوائيه، فيه عشوائيه في البيع. ما هو برضه لازم بص يا جورج بيه، لا اخفيك سرا، انا اعرفك كويس بس ما تعرفنيش. ليه؟ لانه يعني في مرحلة ما والدتي جابت كل حاجة البيت من عندك تحديدا، كويس والله العظيم ده بكلم بأمانة يعني. انا عارف ان انا امي دلوقتي قاعدة بتتفرج وبتضحك، بس انا لا العفو العفو، انا كنت عيل قد كده، هو بيليا صغير كده مكلبز وكانت والدتي واخداني معاها وهي بتشتري حاجة الحاجات، فانا اتذكر ده جيد. وعشان كده بقول لك انا عارف انه انتوا تحديدا حاجة تانية، لكن أنا هنا بقى أفكر بصوت عالي بمهنتي بقى كمذيع. طب ما أنا في الحالة دي لازم أقعد كغرفة ونتكلم مع التجار، يا جماعة خفوا شوية في هوامش أرباحكم. أولا لازم نحدد مع بعض كغرفة بالتراضي هامش الربح بتاعنا هيبقى عامل إزاي، عشان ما أخسرش القوة الشرائية، عشان حاجتي ما تفضلش موجودة عندي في المحل ولا في المخزن، أنا عايز أصرف بضاعة عشان أسحب الجديد. فاحنا هنعمل ده امتى؟ واذا الامر محتاج نقعد مع المصنعين يلا، والمكان ده هذا البرنامج هذا الاستوديو، الاستوديو ده مش بتاعي، الاستوديو ده بتاع مصر، بتاع التلفزيون المصري، تنورونا الترابيزه دي تسعمل حبايب الف. وانا اوعدك قريب جدا هوصل بس راح بعد، انا بقول لحضرتك تنورونا في الاستوديو اذا حابين نعمل الاجتماع ده على الهواء ان شاء الله. حاضر يا فندم، حاضر. وانا اوعدك ان هيتاخد قرارات قريبه قوي وقرارات كويسه، واحنا للاسف مش قرارات يعني، هو برضه الاسلوب انا قلته غلط، هو احنا عندنا توصيات وتوافقات فيما بينكم البعض يعني. على فكره انا نشدت التجار على الجروبات بتاعتنا وقلت لهم كونوا رحماء، الناس يعني فيها كان فيها، احنا بنكتفي بال 5%. وعلى فكرة يا أستاذ يوسف ال 5% دي رقم حلو جدا جدا جدا، فضل ونعمة، مربح مربح يعني. أنا هو رئيس الشعبة بقول لحضرتك أنا بتعامل بال 5% دي بكسب كويس قوي قوي. وطبعا زي ما بتقول حضرتك التجار بتخزن، أنا حاليا معرضي تشد فاضي لأن عليه سحب كويس الحمد لله والشكر لله. وأنا دايما من خلال منبرك أنا فعلا بناشد التجار وبقول لهم من فضلكم كونوا رحماء، يعني خلينا مع الناس كده بالراحة. واحدة اكتفوا بالخمسة في المية كويس جدا كويس جدا جدا جدا، دي مهنتي وأنا عارفها وعارف إن الخمسة في المية دي مربحة جدا. وبرضو عايز أدي ثقافة المستهلك من فضلك، ما تشبطش في تلاجة أو في غسالة مش متوفرة وتقعد تقول للتاجر أديك 2000 و3 زيادة وهتالي، لأن أنا كده بشجع التاجر على أوفر برايس. حصل، هو على فكرة قصة الأوفر برايس حصلت من المستهلك مش من التاجر، تخيل. صح، عشان الزن اللي أنشأ كلمة أوفر برايس مش التاجر، اللي أنشأها المستهلك، إنه يروح للتاجر ويقول له أنا مش لاقي دي هتهالي بأي شكل وده اللي وهدفع. حصل يا فندم صدقني ده اللي حصل، يعني قصة الأوفر برايس دي بدأت من المستهلك مش من التاجر. أنا معاك في دي، وده اللي حصل في العربيات كذلك، هتهالي بأي مطلوب. شكل وهدفع خلاص. اذا انا منتظر التوافقات والاتفاقات، وانا فاتح باب الاستوديو ليكم اذا سمحتوا، وحتى انا هخلي زملائي يعني ينسقوا مع حضرتك وتنورونا بحيث ان احنا نخرج على الناس بانباء جيده قريبا جدا. في خلال ايام هتواصل مع رئيس الغرفه وهنعمل اجتماع كبير، يا ريت، وهنيجي لحضرتك تنورونا يعني، يبقى لينا الشرف يعني. ده احنا نتشرف. العفو. لا ده يعني ده التلفزيون اللي كنا بنتفرج عليه جايبينه من عند حضرتك بقى، فما فيهاش هزار. ربنا يخليك، ده انا يسعدني ويشرفني. لا يا فندم، ده احنا اللي بنتشرف. يا رب يخليك يا بيه، ربنا يخليك يا جورج بيه، ربنا يخليك يا فندم. كل الشكر ليك استاذ جورج زكريا سدره، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرف التجاريه بمحافظه الجيزه.